ذهبت سلمى وزينب إلى جدهما وقد كانت تغمرهما فرحة كبيرة. كيف حالك يا جدتي؟ بخير والحمد لله. أين جدي؟ إنه في الغرفة الجاوية. السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكما يا أبنائي. ما هذا المفتاح يا جدي؟ إن هذا المفتاح هو مفتاح بيتنا في فلسطين. فلسطين؟ نعم. هل لك أن تخبرنا عن فلسطين؟ نعم، لقد عشت أجمل لحظات عمري في فلسطين. لقد كنت في صغري أذهب أنا وأبي في الصباح لنصد الأراضي، وكانت فلسطين تشتهر بأشجار التين والزيتون وخدوم العنب وبيارات البرتقال. وفي المساء نتجمع تحت ضوء الحمام، فالرجال يستمعون إلى بطولات صلاح الدين الأيوبي وعن تاريخ وطننا العريق. أما نحن النساء فكنا نعمل في الصباح على خبز القوس، حيث نحمل أنفة العجل ونضعها على فرش أو صينة، ثم نضعها في الفرن، ثم نذهب على عمل ترتيب البيت أو تحضير الطعام، ثم نذهب إلى جد الماء ونطلب. يا لها من أيام جميلة يا جدي وجدتي، ماذا تركتم فلسطين؟ لم نتركها على وجهنا، لم نتركها إرادتنا، بل تركناها على وجهنا. في عام 1917 ميلادي صدر وعد بلفور الذي كان ينص على إقامة وطن قومي يهودي على أرض فلسطين، وفي ذلك اليوم أصبحت أحداث مختلفة على أرض فلسطين. لا تخافوا يا أبنائي، إن حق العودة إلى فلسطين هو شرف لنا ويجب الاحتفاظ به، فإن العودة إلى فلسطين حتمية بإذن الله تعالى. لقد دافع جميع الناس من الرجال والنساء والأطفال عن فلسطين، ولكن العدو الإسرائيلي كان متركزا ودمر المجد الأمني. لقد دافع أبناء فلسطين عن فلسطين. لقد دافع أبناء فلسطين عن فلسطين بأرواحهم الطاهرة فداء للقدس ولفلسطين. فإن العودة إلى فلسطين وبقوا متمسكين بإيمانهم بمواجهة العدو اليهودي، آمل أن يبلغ فجر جديد على أمتنا ونعود إلى فلسطين. ولن ننسى فلسطين يا عزيزي. ونحن نأمل يا جدي وجدتي أن نرى فلسطين محللة. حبك مزروع بقلبي وحبك رح كمل دربي وارجع افرح بهواكي. لو مهما بعدتي عني نورك محفور بوجداني، انا بدي ربي يجمعني فيك وتتغير ايامي. يا قدس العز استنينا، احنا اطفالك منسينا، بكره رح نغسل ايدينا بتراب يا محلاكي. يا قدس العز استنينا، احنا اطفالك منسينا، بكره رح نغسل ايدينا بالتراب.